السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا موقع اسمه جي بي اكس دوت استوديو. ده موقع متميز جدا للتعامل مع ملفات الجي بي اكس، بيقدر يفتحها ويقدر يصدرها. ونقدر نيجي هنا ونقول له احنا عايزين نشتغل على مثلا اوبن ستريت ماب، فيبدأ يجيب لك الخريطة بتاعت الاوبن ستريت ماب، او تقول له لا ده انا عايز اشتغل على الخريطة بتاعت ماب بوكس، او عايزين نشتغل مثلا ساتلايت او سيتي او اس ام بالشكل دوت. تقدر تغير الخريطة اللي انت شغال عليها، ممكن تقول له انا عايز اروح الخريطة اللي انا موجود فيها، فيبدأ يحدد اللوكيشن. تمام، انا ساكن هنا شارع سرقة بن مالك. طيب بس انا عايز اشتغل على الخريطة بتاعت مصر اهوت، فتعالى نروح الخريطة بتاعت مصر. وليكن مثلا انا عايز احمل ملف جي بي اكس، جي بي اكس عندي، بقول له عايز احمله من الديسكتوب مثلا اهو، الديسكتوب يعني مقصود بيه الكمبيوتر يعني. طيب دلوقتي اخترت مثلا الملف دوت، فيقول لي ان في حد كان محدد المسار من هنا لهنا من ميت الشيخ لسنيطة. تمام، فيبدأ يجيب لي الخريطة ديت. او ممكن نقول له احنا عايزين نعمل نيو جي بي اكس، واحدد مثلا من هنا لهنا مثلا، فيبدأ يجيب لي افضل طريق نمشي فيه. ممكن نعمل تصدير للمعلومات ديت، ممكن نختار ان احنا نعملها ميرج او نقول له داونلود بقى. تمام، وتبدأ تختار الاسم بتاعها، يحمل لك ملف الجي بي اكس على الجهاز عندك. يقول لو عايز تحمل اكتر من ملف، وهنا بيجيب لك المعلومات الخاصة بالمسافة. يعني لما نقول له من هنا لهنا، فيبدأ يجيب لك المسافة من هنا لهنا هتبقى قد ايه، ولو في سرعة يقدر يجيب لك المعلومات بتاعتها بالشكل دوت. وطبعا هنا بتلاقي معلومات ان انت تعمل edit تراس بوينت، لو انت مثلا هتروح اكتر من مكان. edit time تقدر تعدل الوقت، السرعة بتاعتك قد ايه، قول مثلا هتمشي بسرعة 50 كيلو، فيبدأ يحدد لك السرعة تاخد وقت قد ايه في المسافة ديت، يعني تقريبا 4 ساعات.